راحه بقى كده وافهمها لك بقى. ايه بقى حكايه كلمه برايمري اكت ترانسبورت؟ معناها ان هذا الكارير بيحصل على الاي تي بي دايركتلي فروم هيدروليسيس اوف اي تي بي. لا هنا بقى سكندري يعني هنا بيحصل على الطاقه بطريقه مش مباشره. بطريقه مش مباشره. بتقول لي انا برضو مش فاهم يا دكتور يعني. طيب ماشي. انا هاجي ارسم لك تخيل معايا كده عشان تبقى انت يعني تخيل ده يا جماعه ده اليومن اليومن اوف مين مثلا؟ سي اليومن اوف انتستن او اليومن اوف حاجه اسمها كومبليت اليومن اللي هي بروكسيمال مثلا. لا بخلاف الانتستن احسن عشان سهل. ده اليومن اهوت ودي حاجه اسمها ميوكوزا السن. ميوكوزا مين؟ سن. خلاص؟ وفي هنا جلوكوز، في هنا مين؟ جلوكوز. الجلوكوز انا عايز انقله، عايز انقله منين بقى؟ خلي بالك اهو من اليومن واديه في البلط، واديه فين؟ في البلط. ماشي؟ ال تقوم تقول لي مش ده المشكله ان الجلوكوز تركيزه بيبقى قليل جوه الخليه بيبقى كتير فانت يعتبر كانك بتنقل الجلوكوز من ايه؟ من تركيز اقل تركيز مين؟ اعلى. تركيز اقل تركيز مين؟ اعلى. انت محتاج طاقه، محتاج مين؟ طاقه. ومحتاج كارير كمان، محتاج كارير. بس هذا الكارير لا يمتلك انه يعمل اللي هو الانزيماتيك هيدروليسيز ما يكسرش الاي تي بي، مش عارف يكسر الاي تي بي. طب وبعدين؟ بس محتاجين طاقه طبعا اكيد، لان التركيز اقل التركيز اعلى. فتعالى كده نشوف ايه اللي هيحصل. طب تعالوا بقى ناخد الخليه دي يا جماعه بالمنظر ده مثلا يعني يعتبر كده انا لما اخد الخليه دي خليك ذكي بقى. ده انا خدت وان سيل وان سيل وخدت جزء من البلاد وجزء منين؟ جزء من اليومن. تعالوا كده نكبرها. عايزك تفهم مني بالراحه خالص اهو. دي الخليه اللي انا خدتها هي ماشي؟ خلاص؟ ده اللي هو البلاد. ده الانتستنال سيل، انتستنال سيل، ودي اللي هو اليومن، اليومن تجويف الانتستن، تجويف الامعاء. خلاص؟ وعندي هنا مين؟ اللي هو بالاسود دوت اللي هو الجلوكوز. بس الجلوكوز جوه الخليه كتير عن مين؟ عن بره. عايز انقله. انقله عن طريق مين؟ عن طريق كارير معين، كارير كارير. بس الكارير ده عشان ينقل الجلوكوز يا جماعه التركيز اقل التركيز اعلى محتاج مين؟ انرجي، ما عندوش الطريقه. فبص معايا. فقال لك الجلوكوز في بقى واحد ابن حلال، ما هو في ساعات في ساعات ناس جدعانه كده، ناس اللي هو الجدعانه بتبقى بدمهم. ازاي؟ يعني افرض ان في واحد غلبان مثلا. سي ان انا عايز اعدي في دايما حاجه اسمها ال يعني عندنا في مصر هنا في ليبيا ما شفتهاش انا في ليبيا في مصر لما يفتتحوا طريق جديد بيعملوا حاجه اسمها كشك وحاجه اسمها تحصيل الرسوم. تحصيل مين؟ الرسوم. يعني انت عشان تعدي ما فيش حاجه اسمها ببلاش، ادفع ادفع مبلغ معين. ففي واحد جدع يعني في واحد تبقى غلبان مثلا ما معهوش في واحد تاني فالواحد عدى وقال له انا هحاسب لك انا بس عدى يبقى الاخ التاني ده عدى مين؟ عدى من غير فلوس بس هو المفروض كان يدفع مين؟ فلوس بس في واحد تاني هو اللي هو هي معناها كده معناها كده معناها كده يعني يعني دلوقتي الجلوكوز عايز يعدي بس مش عارف يعدي محتاج طاقه فمين بقى اللي مين اللي هيدفع الفلوس بتاع الطاقه دي؟ الصوديوم. الصوديوم في الحاله دي هيقوم جاي ساحب مين؟ الجلوكوز. تقوم تقول لي برضه مش واضحه يا دكتور. هوضحها لك دلوقتي. الاحمر دوت اللي هو الصوديوم. الصوديوم ده اللي هو الاحمر. في الاول يبقى ده الصوديوم، ده الصوديوم.
يعني دايما في لو انت ذكي كده تلاقي في حاجه اسمها ريهايدريشن سوليوشن اللي هو محلول الجفاف، دي مثلا الاطفال اللي بيجي لهم جفاف وبتاع، بتلاقي محلول الجفاف ده او حتى الكاتشب بتلاقي فيه صوديوم وجلوكوز. ايه العبره انه نحط صوديوم وجلوكوز؟ قال لك ما هو الصوديوم ده هيسهل امتصاص الجلوكوز. طب تعالى كده نشوف. المهم تعالى بقى معايا الحته دي. في بقى في عندنا يا جماعه حاجه اسمها ديفيوجن انرجي. دي بقى دي حته معقده شويه بس انت ان شاء الله تفهمني بسهوله. ايه الديفيوجن انرجي؟ ديفيوجن انرجي اللي هي الانرجي اللي بتنتج عن فرق التركيز. فرق مين؟ فرق التركيز. يعني هنا في صوديوم كتير فاهم، وهنا في صوديوم قليل، واخد بالك؟ يقول لك فرق التركيز ده بتاع الصوديوم في ناحيه كتير وناحيه قليل، لما يجي يعدي يطلع طاقه. نتيجه فرق التركيز ده بيولد مين؟ طاقة. تقول يا دكتور انا مش فاهم الكلام بتاعك العجيب ده، ما هو حاجات بقى ريليتد للفيزياء والزبط بقى، احنا دكاتره زي ما قلنا بنكره حاجه. ما هو ليه دخلنا؟ طب لا مش لو كنا شطار او لو بنحب الرياضيات والحاجات دي كنا دخلنا هندسه. المهم تقول يا دكتور انا مش فاهم يعني ايه فرق التركيز يولد طاقه. فرق التركيز يولد طاقه، فاهمها لك ببساطه. عندنا السد العالي، السد العالي او بمعنى تاني مثلا السد العالي. السد العالي دوت اتعمل ليه؟ عشان يحمي مصر. قلنا منين؟ من الفيضانات وكده. ماشي شكرا جميل. حاجه ثانيه قال لك لا ده بيولد كهرباء. طب ازاي بيولد كهرباء؟ ازاي يعني الميه تولد كهرباء؟ الميه طبعا قبل السد قدام، قبل السد بتبقى اعلى طبعا اكيد. فالميه لما 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 تيجي يحصل لها فلو، يحصل لها سريان، التركيز اعلى، التركيز مين؟ اقل. ده المايه وهي بتنحدر قلنا بتحرك حاجه اسمها توربينات. التوربينات دي بعد كده بتولد الكتريس، بتولد طاقه. الطاقه دي طاقه. الطاقه دي جت من ايه؟ ما الطاقه دي ما بتجيش من الهواء. يعني الطاقه لا الطاقه لا. في قانون اللي هو الطاقه لا تحدث ولا مش ولا تفنى من عدم. فاكيد الطاقه دي جت من فرق مين؟ فرق التركيز بتاع المايه. يعني هنا مايه كتير وهنا مايه قليله. بس خلي بالك عمر ما يتولد طاقه، افرض التركيز اعلى والتركيز اقل، بس مفيش فلو، مفيش سريان، مفيش طاقه. يعني الطاقه يعني افرض هنا كتير وهنا قليل بس، والسد خلاص مفيش انرجي. المهم فدلوقتي اللي حصل الكونسنتريشن بتاع الصوديوم بره السيل اكتر من جوه السيل، فهيضطر الصوديوم ان هو مين يعدي. وهو بيعدي قلنا هيولد مين؟ هيحصل انرجي. الانرجي دي اللي هتطلع مين اللي هيستغلها؟ هذا الكارير. يقوم ينقل مين؟ ينقل الجلوكوز. فانت خلي بالك يبقى الجلوكوز ده بيتنقل من تركيز اقل الى تركيز اعلى، بس الصوديوم من تركيز اعلى الى تركيز مين؟ اقل. الديفيوجن بتاع او الترانسبورت بتاع او الفلو بتاع الصوديوم هنا بيولد انرجي. الانرجي دي الكارير ده بيستغلها في انه ينقل مين؟ ينقل الجلوكوز. تقوم تقول لي طيب ما هو الصوديوم ده لو قعد يتنقل، ما هو بعد شويه هتلاقي الكونسنتريشن جوه السيل هيبقى زي بره السيل، يبقى كده ما فيش فرق تركيز، ما فيش طاقه. ما هو في بقى الحاجه العظيمه بقى ان في عندك هنا في البيزل ميمبرين ده او البيزولاترال بيزولاترال ميمبرين دوت في عندك حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب. صوديوم بوتاسيوم بامب اللي هي كانت بتطرد 3 صوديوم وتدخل 2 بوتاسيوم. خلينا بقى في حكايه تطرد دي. يعني هي يبقى الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي موجوده في البيسو لاترال ميمبرين دي بتنقل صوديوم من جوه الخليه لبره الخليه، فدي باستمرار بتخلي الكونسنتريشن بتاع الصوديوم جوه الخليه قليل، وبالتالي باستمرار يبقى تركيز الصوديوم بره عالي. وبالتالي يعني 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 مين 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 اللي ساعدت في في في, في تكوين الطاقه؟ اللي هو البرايمري سهل للسكندري. البرايمري سهل عشان نسميها سكندري، يعني دي سكندري الجي او يعني دي. وخلي بالك ده سؤال بينكم في الامتحان.
افرض ان انا اديت عملنا انهبيشن للسودم بوتاسيوم بامب، لو عملنا انهبيشن للسودم بوتاسيوم بامب يعني دي اتعطلت خلاص، الصدم اللي هيعدي من بره لجوه بعد شويه هيبقى في ايكوال كونسنتريشن، طالما في ايكوال كونسنتريشن مفيش انرجي، يقوم مين؟ يقوم انتقال الجلوكوز يتوقف تماما. يبقى الانرجي اللي جابها الكارير هنا بين الجلوكوز ده نتيجه مين؟ فرق التركيز بتاع الصوديوم. مين بقى مين اللي عمل كرييشن؟ مين اللي خلق لي فرق التركيز دوت؟ هو البرايمر. يعني البرايمر باستمرار عماله تشفط مين؟ تشفط الصوديوم، تشفط الصوديوم، فباستمرار عامله مين؟ مخليه الصوديوم جوه السيل قليل، وبالتالي باستمرار في فرق تركيز الصوديوم. لو حصل انهبيشن للصوديوم بوتاسيوم بامب هتتعطل عمليه دي، لان دي سكندري دي. يعني دي مبنيه على دي مبنيه على ماشي. طب واحد يقول لي طيب الجلوكوز ده لما عدى بقى لما عدى هنا بقى جوه الخليه ازاي يطلع للبلاد بقى؟ ازاي يروح للبلاد؟ ما هو انت عشان انا لسه قلنا ان في هنا حاجه اسمها جلوكوز ترانسبورتر، مش هنقول لك بقى هو رقم كام بقى، هو اهم حاجه تحفظ رقم 4 بس، هو رقم 2 عموما بس انا مش المهم ما تشغلش بالك. هذا الجلوكوز ترانسبورتر بقى اللي هو الفاسيلت فيوجن، ان هو هينقل مين؟ هينقل الجلوكوز من تركيز اعلى لتركيز مين؟ اقل. يبقى الجلوكوز الاول بيتنقل من اليوم اللي جوه السيل من تركيز اقل تركيز اعلى، فمحتاج طاقه اسمها سكند اكت ترانسبورت. وبعد كده الجلوكوز بقى كتير جوه السيل، فانا عايز انقله مين؟ بره البلاد، فبيتنقل من تركيز اعلى تركيز مين؟ اقل. وقلنا الجلوكوز عشان يتنقل محتاج مين؟ كارير، بيسهل له. فدي هنسميها مين؟ يعني خلي بالك الرسمه دي فيها ثلاث حاجات. الحاجه دي اسمها فاسيليتيد ديفيوجن، فاسيليتيد ديفيوجن. الحاجه دي اسمها مين؟ primary active transport. الحاجه دي اسمها مين؟ اسمها second active transport. second active transport ال vesicular transport بنخليها ان شاء الله بقى المحاضره الجايه ان شاء الله، وهي جزء بسيط بس كفايه كده. نشوفكم ان شاء الله على خير المحاضره.